أنا مي سلامة، شريك مؤسس في Creative Industry Summit. بقاله 10 سنين، ابتدى من مؤتمر بمسرح واحد ووصل احنا فيه دلوقتي. احنا ماضينا شراكة مع فوش Communication Group، أكبر Communication Group في السعودية. هما دلوقتي شركنا في المملكة في قمة الإبداع. عملنا شركة مع بعض في السعودية، شركة تحت الجروب. هنا هيبقى في تيم في القاهرة وتيم في السعودية، والأهم إن هيبقى التيم اللي بيعمل الليدنج هو التيم السعودي، لأن هي القمة اللي بدها في السعودية للسعوديين، فلازم اللي يعملها سعودي. الشراكة اللي عملناها مع مصر إيطاليا شراكة هتخلينا نلونش حاجة اسمها Creative Hub. Creative Hub ده هيبقى مكان شغال طول السنة، بيجمع الكرييتيفز، بيجمع المبدعين، بيجمع الشركات، بيساعد الشركات. ودي حاجة صغيرة من الحاجات الكتير اللي هنعملها مع بعض. في شراكة بيننا وبين الـ IFC اللي هم تبع الـ World Bank. هم عندهم بروجرام بيركز على تعزيز الصناعات الإبداعية، والبروجرام ده هيبقى شغال معانا، وهنبتدي نقعد ونتكلم مع شركات ونعمل راوند تيبلز ونشوف ايه الاحتياجات ونشتغل معاهم عليها عشان نقوم نوفرها. مستقبل صناعة الابداع، مستقبل ما فيهوش حاجة غير ابداع. الصناعات الابداعية هي اكتر حاجة هتبقى ناجحة في المستقبل، علشان كده جملة او الاسم او اللقب اتغير من صناعة الابداع لاقتصاد ابداعي، لان المستقبل كله بيقوم على كده. مصر فين؟ مصر في حته قويه جدا في الموضوع ده، وده اللي بيدينا امل جامد جدا، لان احنا مبدعين جدا. الصناعات الابداعيه قويه قوي عندنا، من ستارت ابس لحاجات ليها دعوه بفنتك، لحاجات اللي عملت بيها دعوه بالاي اي. دعوه للشباب، هقول لهم اسخنوا وشمروا وعفروا، و you will make a difference.